خوتي المغاربة السلام عليكم. اليوم الجمعة 12 فبراير 2021. هذا الفيديو الكمالة ديال الفيديو ديال الصباح. قالوا لي جيب الوراق الشركة وهذا داك الجرجير ديال الإدارة ماشي مشكل. جبت لهم اليوم الصباح الوراق ديال الشركة، قال لك مع الربعة الرخصة غتكون موجودة الاستثنائية ديال التنقل ديال الزوجة ديالك. جيت لهنايا هذا المقر ديال البلدية، وهذاك الباب اللي كتشوفوا اللور هو اللي فيه الباشوية. اشنو غادي نقول لكم بعدا؟ كما كتدخلوا على يدكم اليسار كيبان لكم واحد الكرسي فيه غير البونج مقطع مشروط. مني كتدخلوا الحياه وقفت في السبعينات، حشومه المواطن المغربي يستقبل في هذيك الظروف. شنو غادي نقول لكم؟ اولا الا بغيتوا تجيو لهنايا ومعولين تجلسوا في شي كرسي ولا شي حاجه، غادي تجيو يا اما بواحد جين موسخ ولا اجيو بالكومبينيزون ديال الميكانيسيان، لان داكشي حاله ما فيه ما يتشاف. الكراسه كلشي مهرس، كلشي كيلعب، الجاج مهرس غينفخكم الكوروندير. هادوك البيرويات انا قلت لكم السبعينات وقفت الحياه، واحد الاكستنكتور تما سالت الصلاحيه ديالو في شهر 10 2020، يعني ما بقاش صالح. ما شنو غادي نعاود لكم؟ غادي تدخلوا للبيرو اللي كاين الاول على يديكم دليمن، غادي تشوفوا واحد التصويره ديال الحسن الثاني الله يرحمه في هذا النهار. ماشي ضربات الشمس، ماشي توسخات، ما حتى حاجه. البيرو اللي حداه اللي غادي نمشيو ناخذوا منه الرخصه ديال التنقل الاستثنائي، واحد التصويره ديال الملك محمد السادس، وتقول جافيل خشوف جافيل هو ولا بيض مسكين، استهتار بالملك البلاد رمز البلاد. بعدا حشومه زعما نكون موظف نمشي نشريها من جيبي كاع، انا هاد الدوله هادي ولا هاد البلديه ولا هادو اللي ما غاديش يشريو التصويره ديال رمز البلاد. غادي نمشي لحاجه واحده اخرى اللي قيدتها عاوتاني، البولات محروقين، اش غنقول لكم، واحد الطابلو ديال الاعلان ما كاين لاش. انا حشمت نصور داكشي كامل، ولكن غنعطيكم غير واحد تشوفوا دابا غير طواليت. شوفوا المرحاض كي داير، حنا الباشاوية الريحة خامزتش، اوف على ريحة اش هاد المصيبات. ايوا اش بان لكم؟ ماشي فضيحة، المواطن المغربي والموظفين كيدخلوا لهذا المرحاض. دابا عاد غنمشي لصلب الموضوع، علاش درت هذا الفيديو؟ كتسمعوا خطابات ديال ملك البلاد وكيتكلم فيه حرقته هو على بلاده، ويعطي التعليمات وتقريب الاداره من المواطنين والموظفين اللي ما كيديروش خدمتهم وهذه وهذه. المهم كتعرفوا غير الله يحسن عوانه، راه ما عندوش العصا السحريه والله، وما درنا حنا شي ثوره مواطنه لا شي حاجه تحركات في هذه البلاد. جيت مع الربعه هذه دابا 6 قلق سمين، انا ساعتين وانا كنتسنى ما مسوقينش، زعما تسنى غتمشي للاداره المغربيه، غادي تسنى بالسوايع، غتخلي اغراضك، غادي تاخذ الفانيد ديال الاعصاب باش ما تعصبش، وغادي تجي ابرد من الانجليز وتجي وتجلس هنايا وتبقى. واش غادي يجيو في 6 ولا يجيو في 7 ولا يجي في 8 ولا الله اعلم. المهم انت سير وتنشر، واش هادشي معقول؟ هادشي حشومه. ملي كنسول على هاد رخصه التنقل ساعتين بزاف، كنسول واه فينا واحد الباشا اللي غيسيني لنا هادشي، قال لك راه مشى لان السيد الوالي عيط ليه مشاو يدشنوا شي حاجه في بنك المغرب القديمه اللي غتولي متحف. وحنا مالنا يا سيدي؟ دشنوا ديروا اللي بغيتكم اللي بغيتو، ولكن المواطنين عندهم مصاري خصهم يقضيهم، وما يمكنش لينا حنا وقت ما مشينا لشي اداره نتجرتلو بحال هكا. راه حشومه هادشي اللي كيوقع في مدينه اكادير، ما مقبولش زعما. ما عرفتش انا براسي ما بغاش يتفهم ليا هاد التصرف، هاد الاستهتار بالمواطنين. راه بحال هكا باش كنعدفوا الناس في الاداره المغربيه وفي البلاد؟ راه ماشي مؤسساتي هادشي. كاين اللي كيقول لك لا راه الدوله دايره هادشي بالعاني ولا شنو، والله ما دايره بالعاني. انا غنعطيكم مثال، لما كتمشي للقصر الملكي ياك اعلى ولا اكبر اداره في المغرب، كيقولوا لك اجي مع الربعه مثلا، والله العظيم الا كتلقاهم كيتسناوك مع الربعه قد قد، وكتدخل وكتشوف شكون اللي بغيتي تشوف وكتم خارج. ما كيستقبلوكش مع الربعه وقسمين، ما كيستقبلوكش مع 6 د العشيه، ما كاينش الوسخ، ما كاينش الزبل، ما كاينش. علاش ادارتنا بحال هكا؟ راه بحالنا بحال المشاريع حتى هي اللي كنتكلموا عليها هنايا.
اليوم كيتكلموا كيتجاراو لان كاينين مشاريع ملكيه، الناس غير خايفه، ماشي حب الوطن، ماشي حيت كيبغيو البلاد وباغيينها تزيد لقدام ولا شي حاجه، لا، خايفين لان ملك البلاد غادي يسول على دوك المشاريع غيلقى شي حاجه ماشي غيورك على البطون، غادي يقطع عليه مصدر الرزق ديالو، غادي يطيروا غيمشي لدارهم ولا غادي يحاسبوا ولا شوش غيدير. دونك ولكن هذا الشيء هذه راه كنلاحظوها في المغرب كله، الحاجه اللي وقف عليها بحال دابا التلقيح، التلقيح غادي في واحد الظروف ماشي غير جيده، تبارك الله عليك خويا الله يحفظك، ماشي غير في ظروف جيده، غادي بواحد الشكل رائع. ولكن علاش؟ لان ملك البلاد حارس هو والطاقم ديالو على داكشي يدوز في ظروف جيده والمواطنين يستقبلون وكل شيء يكون زوين، ويا ويلو شي واحد الا دار شي حاجه ماشي هذيك. علاش هذا الشيء ما يكونش في المؤسسات كلها، ما يكونش في سبيطاراتنا، ما يكون حشومه؟ عيقتو بزاف عاد، انا مازال كنتسنى دابا هذه الستة العشيه ساعتين وعشرة دقائق وهنا جالس في الزنقه وداخل عامر في المواطنين كيتسناو، كلشي جا مع الربعه وكيتسناو، وقال لك راه شي خطرات كيبقى داكشي كيتسنى حتى ل 9 الليل 10 الليل ورجع من بعد وما مسوقينش. فيما يخصني انا كانت متوقع هذا الجرجير اللي غيديروا ليا، وحنا معاهم غادي نتسنى وان شاء الله. شوفوا راني متفائل، هادشي ماشي مؤسساتي، نقولوا باش المغرب كله، الا الموظفين الله يهديهم. لما كيكون الرجل غير مناسب في شي منصب كيعطي الكوارث، لما كيكون شي مسؤول ولا اي موظف غير مناسب ما عندوش حرق على بلاده وما كيبغيش الوطن ديالو كيعطي الكوارث، وما اكثرهم في بلادنا. والمصيبه هي هاد الناس كيكونوا ولاد الشعب وغير كيتقلدوا المنصب كيديروا الجناوح. اي والله يصوب وان شاء الله خير، وغادي نبقاو متفائلين صدر الرحم، وغادي نتسنى واسيدي، وانا مستعد كاع نجيب الكرافان ديالي هنا الباب ونجلس ونعمر اتاي، وحتى على خاطرهم الوحده الصباح 3 الصباح وقت ما بغوا يسينيوا هاد الرخصه الاستثنائيه ديال التنقل، وانا معاهم اسيدي ما عنديش مشكل. هادي 6 ونص ديال العشيه، جا واحد الموظف قال غير سيروا لديوركم دابا نعيطوا عليكم. دونك ساعتين ونص حنا كنتسناو، عادي سيروا تنعيطوا عليكم. المهم الله يصاوب.